وهكذا تستعد مدينة الشمس لإحياء ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم من خلال حفل موسيقي افتتاحي ضمن مهرجانات بعلبك الدولية. كوكب الشرق التي قدمت 3 حفلات في بعلبك سيتم تكريمها في حفل يعد ثمرة تعاون مصري لبناني. بتعامل مع واحد من أهم المهرجانات العربية إن ما كانش أهمهم، وفي نفس الوقت أنا بتعامل مع أهم شخصية موسيقية ظهرت في الوطن العربي. البرنامج رائع، الإعداد الموسيقي ذكي جدا ودقيق، وهذا ضروري. وتشارك في الحفل مطربتان من مصر هما مي فاروق ومروة ناجي إلى جانب الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية. مسؤولية مضاعفة، لأن أولاً أنت في حفل افتتاح مهرجان بعلبك، تاني حاجة أنت في ليلة بعلبك تذكر أم كلثوم، فأنت بتغني قيمة فنية كبيرة. وشرف لأي فنان مهما كانت، يعني مهما كانت شهرته ونجوميته وقفته على المسرح، ده لأنه مسرح مهم وكبير. المهرجانات تنطلق يوم الجمعة المقبل على أن تختتم في 18 من آب المقبل. مهرجانات مدينة الشمس والتي تتضمن عددا من الحفلات الموسيقية العربية والعالمية ستشهد هذا العام مسرحية كوميدية موسيقية، ولأول مرة للفنان جورج خباز. أيسر نور الدين، تلفزيون المستقبل.